برضو يعني هو الطالب بيقدر يذاكر قد ايه والصفحه بتاخد قد ايه وقت. انا عايز اخش في يعني بلاش فلسفه بقى دلوقتي. فالطالب فاكر نفسه ان هو خلى الاستاذ فؤاد يعمل حاجه بقى ونعمل حاجه ثانيه في الدرس 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 نلاقي بقى الدرس 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 نلاقي بقى انه بره 18 مصر بلدنا هتفضل بخير ان شاء الله هتفضل بخير. ومهما كان في حاقدين ومهما كان في ناس عايزه تهد البلد دي مش هتتهد ان شاء الله. وبقول للزمايل المدرسين يا جماعه كل واحد قادر يدي البلد دي اديلها. كل واحد قادر يدي لاولاد البلد دي يديلها ومن قلبه. ابنائي وبناتي طلبه وطالبات الثانويه العامه اعزائي اولياء الامور السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحقيقه بدخول شهر مارس بتبتدي كده فتره المراجعه في الثانويه العامه. وطالما بدات فتره المراجعه في الثانويه العامه يبقى احساسنا باقتراب الامتحان، وبالتالي برضو الطلاب بيحصل عندهم عمليه شد عصبي وخوف ورعب لدرجه ان بعضهم بيشعر جواه بشعور غريب جدا وهو الضياع. الحقيقه شعور الضياع ده بياتي من ان هو لم يستطع في تفكيره ان هو يلم لجميع المنهج سواء علمي او ادبي. هو بيشعر هنا انه في مرحله ضياع. طبعا كتير منهم بيحاول وبيعافر ان هو يعني يبقى شاطر في المذاكره، ولكن بيحصل له عمليه احباط. عمليه الاحباط دي بتجيله من ايه؟ من ان هو نسي كل حاجه. بصراحه كده عمليه الاحباط بتيجي من عمليه النسيان. يعني وبتيجي على لسان بقى الاف من الطلاب كلمه اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ الكلمه دي بتيجي على لسانهم على طول في الفترة دي، فترة المراجعة، فترة اقتراب الامتحان، زنقة جامدة جدا. عشان كده يا شباب الطلاب وطالبات الثانوية العامة، أنا يعني أنا لخصت كلمتين يعني استهوني قوي، اسمحوا لي أقرأها لكم الأول. أنا بقول هل هناك أذن واعية تسمع لهؤلاء الطلاب؟ هل من لسان فصيح يقول هؤلاء الطلاب في أنفسهم قولا بليغا؟ هل من يد حانية تأخذ بيد هؤلاء الطلاب في رفق وحب إلى طريق الكفاح والصبر دون تخويف أو إرهاب؟ هل من قلب محب لهذا الوطن يملأ الشباب بالحماس والتفاؤل ويطرد من أنفسهم الشعور بالإحباط والضياع؟ هل من عقل خبير ينبئهم بالطريقة المثلى للمراجعة الصحيحة التي تحقق أعلى الدرجات بأقل مجهود؟ نعم، موجود معانا هذا الخبير، موجود معانا هذا الإنسان، وهو الأستاذ أسامة عز الدين. أهلا وسهلا أستاذ أسامة. أهلا بك أستاذ يسري، وأهلا بكل طلابي أحباء طلاب مصر. الحقيقة أستاذ أسامة عز الدين أسس حاجتين من أهم ما يمكن. الحاجة الأولانية وهي قناة بنذاكر على اليوتيوب. قناة بنذاكر الإلكترونية يا شباب استطاعت أنها تجمع مليون مشاهدة. أضف إلى ذلك أنه أضاف أو وضع في قناة بنذاكر 400 فيديو تعليمي يا شباب لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية. أستاذ أسامة عز الدين كمان أنشأ راديو بنذاكر، ده من كام أسبوع كده أطلق راديو بنذاكر، وده شيء عظيم جدا يحسب له، ونحن نشكره على هذا ونعيد مرة أخرى. أستاذ أسامة شرفتنا في هذه الحلقة الجميلة. أنا اللي اتشرفت بحضرتك أستاذ يسري، واتشرفت بحديثي مع طلاب مصر، والحقيقة المقدمة الجميلة اللي أنت قلتها ديت لا تساوي قطرة من بحر مما يستحق أولادنا طلاب مصر. طلاب مصر دول هم كنوز مصر، هم مستقبل مصر. ومظلومين الحقيقة، أنا بقولها بملء الفم، طلاب هذا الجيل مظلومين ظلم كبير جدا. فيش مدرسة بمعنى الصحيح المدرسة، مفيش توجيه تربوي بالمعنى الصحيح، لا عاد في تربية ولا عاد في تعليم. طيب
استاذ اسامه اسمح لي يعني في البدايه ان اقول لحضرتك بما انك انت قلت عليهم مظلومين انا اسمح لي اقف في صف هؤلاء المظلومين واحط نفسي مكانهم وابتدي اشتكي لك بقى هموم عن اهلا بيك طبعا خير رسول خير الاحباء يعني اشكرك الحقيقه هم يعني انا بعد ما يعني بدات اخش على قناه بنذاكر واشوف تعليقات او صفحه بنذاكر بالتحديد يعني واتابع تعليقات الطلاب واسئلتهم الحقيقه وجدت فيهم يعني اسئله كثيره جدا جدا واسئله مهمة تجعلني معلش انا اقول صوت ليهم عشان نقدر ان احنا نلم بهذا الموضوع وحضرتك تجيبنا على هذه الاسئله. شرفت طبعا اتفضل. الحقيقه يا استاذ اسامه الطلاب واولياء الامور في هذه المرحله بيشعروا ان الوقت غير كافي وان المناهج كتيره وانه انا ما ذاكرتش طول السنه وان وصلت انا شهر مارس وفاضل 3 شهور على الامتحان والدنيا كلها تربكت في دماغ الطلاب واولياء امورهم وتلاقي الطالب بيزعق باعلى صوته ويقول هل حق ان انا اذاكر واوصل الامتحان بدرجات عاليه وانا ما كملتش وما ذاكرتش كويس في المرحله الاولانيه هل حق؟ ممكن تجاوب لنا على السؤال ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثانوية عامة في مصر شوطين. الشوط الأول بينطلق صافرة الحكم في شهر 8. نعم. ويبدأ الطلاب في حجز الدروس ويبدأوا السباق وهم مشحونين طبعا وداخلين بحماس شديد جدا ويبدأ الحماس ده يتناقص شيئا فشيئا. يعني الطلاب في اول ما بيحجزوا الدروس تلاقي عايز تخش ايه ولا طب هندسه مش عارف بعد شهرين ثلاثه يبدا الحماس يقل والمواد تتقل والطالب في نفسه كده جواه يعني في لسان حاله كده يقول لك يا رب بس نخش تجاره او يا رب ننجح اصلا ده حقيقة. والحنا بينزل لانه كان شغال بالحماس وداخل بشحنه عاطفيه مش بخطه دراسيه ودي فرق كبير قوي ما بين ان انا اخش السنه بشحنه عاطفيه حماسيه وان انا اخش بخطه محكمه بيبدا المنحنى يقل لغايه شهر 12 واحد كده تبدا الطلبه يحصل لها نوع من التوقف نوع من الانتظار للانطلاق من جديد والطالب بيبقى نفسه تبدا المراجعه الحقيقه انا بلاقي طلاب كتير قوي يعني امتى نخلص المنهج امتى نبدا المراجعه هي المفروض نخلص امتى المعتاد ان معظم الطلاب بيخلصوا في شهر 3 وتبدا المراجعه في شهر 3 ويبداوا المراجعه الحقيقيه من نص 3 فانا شايف ان الموضوع طبيعي يعني ليه انت مش حاسس انك انت هتلحق انت خلصت الشوط الاولاني يعني حضرتك بتجزم او عندك يعني قناعه ان الطالب الذي يبدا في شهر 3 هيلحق استاذ ياسر هو كل الطلبه اصلا نفسي الطلاب تعرف يعني سر من اسرار الثانويه العامه المذاكره الحقيقيه ما بتبداش الا من شهر مارس من شهر 3 المذاكره الحقيقيه طب هل يعني ما برضه هتلاقي طالب برضه يعني يقول لك يعني يا استاذ هل يتساوى الذين بداوا من اول العام مع الذين بداوا في شهر مارس؟ اشكرك جدا لهذا السؤال، السؤال ده دايما انا بترصد له وبنتظره ان الطلبه تقول لك هل ربنا هيساوي اللي بادئ من اول السنه باللي بادئ من شهر 3؟ يا جماعه اولا احنا سبحان الله احنا مالناش دعوه ربنا هيعمل ايه؟ احنا ما نتدخلش ونملي على الله يعمل ايه؟ صح. دي نقطه اولانيه غير كده كمان هو اللي هيبدا بشهر 3 ده هو مش هيتعب مش هيذاكر مش هيبذل مجهود مفيش حاجه يعني حضرتك تقصد هنا الاراده طبعاً. والتصميم طبعا اراده والتصميم الخطه ليست اراده فارغه ولا تصميم فارغ ولا حماس فارغ الخطه ربنا سبحانه وتعالى ادانا عقل وادانا تخطيط والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعتمد في كل اعماله صلى الله عليه وسلم على التخطيط الجيد المسبق والاعداد المسبق للامر فاذا انا بقول للطلاب ثانويه عامه وبقولها بملء الفم من خلال خبره طويله يا طلاب الثانويه العامه هتلحقوا ان شاء الله والوقت هيكفي باذن الله بس بشرط يحققوا ثلاث حاجات ثلاث كلمات لازم يكونوا ماشيين هم ثلاث مصابيح بتضيء الطريق في الثلاث شهور اللي فاضلين هم ثلاث مصابيح او ثلاث كلمات اساس العمليه كلها عشان تقول لي هلحق ولا مش هلحق تلتزم بثلاث حاجات ممكن بقى يعني بعد اذنك لحظه بس اعزائي الطلاب الاستاذ اسامه عز الدين هنا مدينا ان في ثلاث حاجات لو حققناهم في شهر مارس اللي احنا بدا واحنا طالعين ان شاء الله هنحقق نتيجه كويسه وبعدين انا هساله على الثلاث حاجات دول بس اسمحوا لي من الاول ناخد فاصل ونعود مره اخرى نسال الاستاذ اسامه عز الدين ايه الثلاث حاجات اللي حققوا لنا النجاح في الفتره القادمه فاصل ونعود اليكم مره اخرى استنوا
ذاكر 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 بنذاكر. مع راديو بنذاكر المذاكرة أحلى. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، الوقت برضو نعود مرة أخرى بعد هذا الفاصل لنواصل حديثنا مع الأستاذ أسامة عز الدين الخبير في الثانوية العامة، وهو قبل الفاصل الحقيقة قال لنا جملة يعني جميلة قوي، قال لنا أن هناك ثلاثة كلمات هم سر الموضوع كاملا، لو عرفناهم هنبتدي نذاكر بنفس وننظم وقتنا. نعرف ايه هم ثلاث كلمات من الاستاذ اسامة عز الدين؟ اتفضل يا استاذ اسامة. شوف انا بدات كلامي بان الثانويه العامه شوطين، الشوط الاول وهو شوط الشرح والدراسه، نعم. الشوط الثاني وهو الشوط الاخير بقى اللي بتبدا فيه المراجعه، نعم. طلاب كتير جدا بيطلع من الشوط الاولاني خسران 1-0 5-0 6-0 حسب بقى الموضوع يعني، نعم. تمام، نعم. فالمفروض ان هو بقى هيخش الشوط الثاني، ففي طلبه كتير بيخشوا لك يعني انا ما كسبتش، انا كده خسران كده كده الشوط الاولاني، فيوم يحصل عنده نوع من الإحباط وينسحب من المباراة، حتى لو هو بيروح الدروس شكلا هو منسحب من المباراة وحاسس نفسه ان الموضوع بس، وده نوع من انا اسف في التعبير سلبية وانهزامية لا تليق ابدا بالطالب المصري ولا بالشعب المصري دي حقيقة. المفروض ان الطالب ما يسيبش الموضوع غنيمة باردة كده تؤخذ منه وهو ما حاولش، نعم. لو حاول في الفتره اللي جايه ديت ممكن يكسب، ويعني يكسب بنتيجه عاليه كمان. ثلاث كلمات اللي انا قلتهم هم حصيله، انا ليه عملتهم في ثلاث كلمات يا استاذ يوسف؟ علشان ما نقدرش نتكلم كتير والطالب يطلع بعد الحلقه مش فاكر حاجه، انا مش عايز نديله شحنه عاطفيه بدون ما يكون عنده قيم وثوابت واساسيات ينطلق منها. لا وانت عندك حق في الجزئيه دي بالذات، لانه يعني كثيرا ما يعطون للشباب الوهم ويبيعونه الوهم وفي النهايه يخرج كانه ما سمعش حاجه. لا انا عايز الطالب يا استاذ اسامه اسمح لي يعني فضل. عايز الطالب يخرج من هذه الحلقه عنده ترتيب وعنده اراده انه خلاص انا مسكت الحاجه اللي هقدر اشتغل من خلالها. شوف اول الثلاث كلمات دولت بجد يعني حصلت، انا كياما اتكلمنا في ندوات كثيره وتلتقينا مع الطلاب ولقيت ان هم بيدوروا حوالين الثلاثه دول بالترتيب. فضل. كلمة الأولى سلام، كلمة الثانية نظام، كلمة الثالثة التزام. سلام نظام التزام، الأستاذ أسامة عز الدين قال لنا السر ولسه هيفسره أن لازم من أول حاجة السلام النظام، ثاني حاجة ثالث حاجة الالتزام. بس نعرف السلام يا أستاذ أسامة من فضلك. قبل ما الطالب يقول لي فين الجدول وأعمل إيه، لازم الأول تحصل له حالة السلام اللي تؤدي لحالة الإنتاج. طالب ثانوية عامة بيبدأ ثانوية عامة بخناقة، حقيقي داخل خناقة مش داخل يتعلم، نعم. وبيحصل له أثناء السنة نوع من يعني المصاعب الكتير اللي بتقابله وبتخليه في خصام، يبدأ الخصام ده ما بينه وما بين نفسه لما يجيب درجة وحشة، نعم. ويحس إن هو مش كويس، يبدأ الخصام ما بينه وما بين الأستاذ اللي ضغط عليه أو اللي هو مش عارف يوصله المعلومة كويس أو إن هو مش ملتزم قوي مع الأستاذ، خصام مع نفسه، خصام مع الأستاذ، خصام في البيت، يبدأ خصام مع أولياء الأمور إنه ما بيذاكرش وإنه وإنه وإنه. مجموعة الخناقات ديت بيوصل ساعات الإحباط ده لنوع من الاكتئاب اللي بيخليه يبعد حتى عن الفروض الدينية أو بيبعد حتى عن حاجات كتيرة أو فبيحصل خصام حتى ما بينه وما بين ربنا سبحانه وتعالى. بيحصل خصام، الطالب بيبعد عن ربنا، ما بيذكرش ربنا كويس. الطالب ثانوية عامة أيضا بيحصل ما بينه وما بين نفسه خصام من خلال إن هو مش قادر يعدي العقبة دي، فبيبدأ يفقد الثقة في نفسه زي ما قلت لك. من السلامة يا شباب إن احنا ده مبدئيا لازم نفك الخناقات دي الأول. لازم الطالب الأول يرجع كده يحصل سلام ما بينه وما بين ربنا سبحانه وتعالى، نعم. بالذكر، بصلاة الفجر، بالاستغفار. الحالة دي بتخلي بتولد حسن الظن. الله يعني أنا لما ببقى نفسيتي تصفى كده وببقى فيه صلح مع ربنا وحاسس إن ما بيني وما بين ربنا عمار، نعم. دي لازم، نعم. لازم، نعم. نعم. ده بيخلي الواحد في حالة من حالات الهدوء الداخلي والسلام، وربنا سبحانه وتعالى بيبارك له، فبيبقى طالما فيه حسن ظن بيبدأ يتولد جوه الطالب، يبدأ حسن العمل.
لان سوء الظن بيؤدي لسوء العمل. فدي نقطه سوء الظن بيعمل اضطراب نفسي عند الطالب على طول وبيخليه يرفض ويرفض ويرفض مفيش استقبال بقى مفيش تحسين. فانا عشان كده قبل ما اديله الجدول لازم نحقق حاله السلامه دي. سلام لازم يحصل سلام ما بين الطالب وما بين نفسه. ما بين نفسه يعني ايه؟ يعني يبدا الطالب يفهم ان كلنا بنغلط، كلنا بنقصر. نعم. كلنا، كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلازم نفهم ده. نعم. ان مفيش حد ملاك. ما نبداش بقى جلد الذات واحنا بوظنا واحنا مقصرين وانا خلاص عارف الطلاب بيعيشوا يحسوا كتير جدا جدا. كلنا يا جماعه كلنا بنقصر وكلنا لازم بقى نرجع ونقوم. الشاطر بقى اللي يحصل ما بينه وما بينه سلام ويدرك ان دي طبيعه بشريه، والشاطر اللي هو يرجع تاني ويخرج من الازمه النفسيه. لازم يحصل سلام ما بيننا وما بين اللي حوالينا بقدر الامكان. ان يكون في سلام في البيت ما بين طالب وما بين ولي الامر، ما بين الطالب والاب والطالب والام. لازم يحصل توافق وسلام وانسجام بينهم. مش خناقه، هي الموضوع مش خناقه يا جماعه، لان طول الليل وطول النهار خناقات دي في البيوت وانا عارفها كويس قوي. فلازم يحصل حاله السلام دي. حاله السلام تبدا كمان بولي الامر انه يبدا يعني يستوعب الطالب الى حد ما. انا عارف ان الطلبه بيعملوا حاجات كتير وبتنفس الامور. فمعلش خلي اولياء الامور هم الكبار يعني يستوعبوا بالذات الفتره دي. الفتره دي مش هينفع فيها زعيق، مش هينفع فيها ضغط، مش هينفع فيها خناق، ما فيش حاجه تجيب القوه يا استاذ يسري. بص يعني انا مؤمن دي يقينا، ولي الامر مطحون وعامل اللي عليه ماديا وعصبيا، واذا بيقولوا ايدين صوابع من 10 كده شمع. انا بشوف ناس والله بجد يعني بتجاهد من اجل ابنائها جهاد يعني يشكروا عليه، يعني لا يؤجرهم عليه الا الله. فانا عايز اولياء الامور يعرفوا انهم بيعملوا اللي عليهم زياده ويسيبوا النتائج لله سبحانه وتعالى. مفيش حاجه تجيب العافيه بس. فلازم السلام ده يبدا من اولياء الامور ويبدا من الطلبه كمان، ان هم يدركوا قد ايه اولياء الامور بيحبوهم وخايفين عليهم. نعم. ويحصل الانسجام بقى. فالسلام الاسري والسلام البيتي ده مهم قوي. طالب صراحه ما عايزه برده ما يبقاش في خناقات مع اصحابه ويدخلها جوه الموضوع. خناقات السن ده صوته يعني مش عارفين ايه من الاسباب. بتبقى مشكلته مش في المذاكره ولا في الدروس ولا حاجه، مشكلته انه متخانق مع اصحابه بس، عامل مشكله كبيره مع اصحابه. طبعا واخده جزء كبير جدا، والطلاب فيه طلاب عندهم الحاله الاجتماعيه بتبقى رقم واحد عندهم. فارجو من الطلاب الثلاث شهور دول معسكر. طبعا معسكر. واللي بقوله ده مش بعيد عن المذاكره يا جماعه، وباكد يا استاذ يسري ان لو ما فيش حاله السلام دي مش هيذاكر مهما اديله من جداول ومهما اديله من خطط، والله ما هتتنفس. يعني احنا قلنا السلام مع الله والسلام مع النفس، السلام مع اللي حواليه، مش كده؟ السلام بقى في يعني انا بحب برضو ان احنا يتعدينا من السلام، يعني ان احنا نغير مفهوم الفوز. طبعا الفوز عند الناس ان انا افوز على الاخر، ان انا امحي الاخر، ان انا اطلع احسن منه، ان انا يعني الاحساس بالانانيه يعني. بلاش الاحساس ده، لان انا بشوف الاحساس ده بيعطل الكليات كتير عن المذاكره. ان فلان جاب اكتر منه، فلان ذاكر اكتر منه. بالنسبه لك لا، ده حاجه ايجابيه، حاجه ايجابيه ان انا اسعى لتحطيم الاخر. ده لا، ده على فكره. امال ايه فوزي الصحيح؟ فوز على نفسي. انا ما اشغلش دماغي بالاخرين قوي، لان لو فزت على ده هلاقي اني هفوز على كام واحد. يعني ليه اشغل نفسي بالاخرين وليه اشغل نفسي بالقصه دي؟ انا احول مفهوم الفوز من الفوز على الاخرين الى الفوز على نفسي وعلى ضعفي وعلى خوفي وعلى ترددي وعلى قلقي. ده الفوز. صح. من السلام برضو يا استاذ يسري ان احنا ما نسعاش نكون او ما نحرصش ان احنا نبقى الافضل دائما. حاجه غريبه الكلام، كلامي ده غريب، ناس بتستغربه. مع كل الناس بتبقى عايزه تبقى الافضل. طبعا. لا، يا ريت ما نسعاش نكون الافضل، يا ريت نسعى الى ان نفعل الافضل. طبعا. بدل ما نبقى مشغول بذواتنا نبقى مشغولين بافعالنا. طبعا. لان الرغبه في ان احنا نكون الافضل ده في حد ذاته. تعرف يا استاذ يسري بتولد ايه ده؟ ان الاولاد بياخدوا في الماده 3 و4 دروس عشان يكون الافضل. طبعا. ليه؟ لانه لقى زميله او زميلتي لقت زميلتها بتاخد في الماده دي درسين، مع ان هي مش محتاجه تاخد درسين. فبتاخد. فليس ازاي دي هتفوتني؟ دي هتفوتني، دي هتسبقني، انت بتاخد درسين، ده بيجي لها مش عارف. طب انا هاخد درس. هو عايش في كبد بقى كده. بالزبط. هو نفسه عايش في كبد. خلاص بقى بيطلع من درس لدرس لدرس ومش لاقي وقت يذاكر اصلا. طبعا. فهو لو يسعى الى ان يفعل الافضل ما كانش همه الاخر. اكيد. ما كانش همه الكلام. عارف لو حاله السلام دي اتولدت والطالب هدى هيرجع طالب طبيعي، كائن طبيعي زي بتاع زمان بتاع اعدادي. مش هتبقى ثانويه عامه الامراض بسبب ثانويه عامه اللي اصابت الطلاب اللي خرجتهم عن الطبيعيه والفطره. هيبدا يفوق تاني ويبدا ينتج. ينتج بهدوء بهدوء ويحقق نظريه مهمه قوي. اتفضل. هيحقق نظريه ان ينتج بطريقه 20-80
مش بطريقة 80-20. أنا بصراحة أول مرة أسمع هذه الطريقة. اسمحوا لي أصدقائي الطلاب يعني عند النقطة دي هستوقف برضو حضراتكم شوية وناخد فاصل عشان نرجع نسأل الأستاذ أسامة يعني إيه هي طريقة 20-80 مش طريقة 80-20 يعني عايزين نفهمها منه لكن بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني اعزائي الطلاب وما زلنا مع الاستاذ اسامه عز الدين. يعني هو قال لنا قبل الفاصل ان هناك طريقه 20-80 مش طريقه 80-20. انا وانتم طبعا عايزين نعرف منه هذه المعلومه الجديده. عرفنا استاذ اسامه اتفضل. الحقيقه انا كنت اثرت الناس المتابعه ندواتي على الانترنت كانت في احد الندوات انا كنت اثرت القضيه ديت وهي قضيه مهمه جدا. نعم. الموضوع ده انا كنت قريته في كتاب مترجم بيقول اعمل اقل تنتج اكثر. نعم. الكتاب ده عنوانه كده اعمل اقل تنتج اكثر. هذا الكتاب بصراحه كان من اروع الكتب اللي قراتها وكان بيقول ان في ناس كثيره بتبذل مجهود كبير جدا وتنتج قليل جدا. حلو. ودي ممكن تلخيص حاله او تلخيص معظم حالات طلاب ثانوي عام. بيقعد يذاكر بالساعات الطويله. نعم. ولكن ينتج وريقات لا تعد على الاصابع ومعلومات لا تتعدى يعني معلومات ولد في ابتدائي قاعد يذاكر. طبعا التحصيل بتاعه تحصيله قليل جدا. زي بالظبط بقول لك اللي حط بنزين في عربيه وفضل يلف في دايره قطرها مثلا 10 كيلو ولا 20 كيلو وهو بيلف في نفس الدايره هو ما بينتجش حاجه. فالطالب بيبص لا بيقعد بالساعات وما بينتجش حاجه. ليه؟ بيذاكر غلط. هي الفكره انه بيذاكر غلط. نعم. لكن هو لو عنده السلام الداخلي وعنده الهدوء ومعاه خطه يا استاذ يوسف معاه خطه معاه نظام. الكلمه الثانيه في كلماتنا احنا قلنا سلام نظام التزام. احنا كل ده لسه بنتكلم في السلام اللي هو بيمهد الارض لبناء هذا الصرح الكبير. نعم. فال20 80 انك انت تذاكر بذكاء تذاكر بنظام تذاكر بخطه موضوعه تنتج بيها الكتير. يعني كده اولادنا الطلاب هيبتدوا يعني يركزوا على ان هم يعني يذاكروا بتركيز شويه بس 20% لكن انتاجهم يعني المذاكره دي هيدي 80%. الهدوء الهدوء هيحتاجين هدوء. السكينه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. نعم. السكينه. نعم. السكينه الم نشرح لك صدرك. نعم. الا بذكر الله تطمئن القلوب. هنا تبدا بقى اللي. تبدا القاطره تنطلق بقى. تنطلق على طريق صحيح ممهد عارف رايح فين وعارف هيقف في المحطات وعارف ما فيش مشكله خالص عندي ما فيش مفاجآت. نعم. من خلال النظام من خلال النظام اللي هي الكلمه الثانيه بتاعتنا. يعني والحقيقه استاذ اسامه انا يعني جعلني بما ان حضرتك خدتنا لنقطه السلام النفسي حضرتك قائل فعلا انت بتعمل لينا كلنا نوع من السلام النفسي بعد ما نسمع منك هذه الكلمات. وبعد اصدقاء الطلاب هقول لكم على سر الاستاذ اسامه قالهولي في خلال الفاصل. قال لي انه بيحضر لكم عشان يحصل بقى سلام نفسي مظبوط. عامل لكم مفاجاه في نهايه هذه الحلقه مفاجاه هتعجبكم جدا 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 وهتقدروا بيها ان كنتوا تذاكروا كويس قوي لدرجه انه كمان قال لي ان ممكن الطلاب ما يحتاجوش كمان الدروس الخصوصيه من خلال الهديه اللي الاستاذ اسامه هيحطها لكم. لكن خلونا نواصل معاه حديثنا. استاذ اسامه عايزين نسمع بقى بعد السلام نعرف موضوع النظام. ايه هو النظام ده؟ يعني ده السر بجد اللي هو النظام الصح اللي يتحط للطالب يمشي عليه. نعم. النظام خطه محكمه من خبير مش يحطها طالب لنفسه. ممنوع منعا باتا طالب يحط خطه لنفسه. مع احترامي لكل طلاب مصر انت دي ثانويه عامه اول مره تشوفها انت ما تعرفش تحط نظام لنفسك. دي حقيقه دي حقيقه. مع ان احنا بنشوفهم في البيوت دايما يقول لك انا عامل جدول لنفسي ومعلقه على الحيطه ومحدش يكلمني. انا لو املك ان انا اجيب لك اصوات الطلاب دلوقتي هيقولوا لك ايه؟ هيقول لك كل الجداول دي بتتكلكع في الاخر وبتترمى في سله المهملات. ده حقيقي. طلبه ياما عملوا قضوا ساعات طويله
ما هو بيجي له الطالب بقى بيعمل ايه؟ يسيب 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 وبعدين يمسك الجدول ويقول لك بقى انا جدول محكم بقى ومن الساعه 7 وربع للساعه 7 وثلث. بص يعني الدقه يعني هذاكر مش عارف باب فيزياء ومن الساعه بقى 8 ونص مش عارف الساعه كام. ايه اللي بيخليهم يعني يوصلوا في النهايه ان ما يقدروش ينفذوا جدولهم يا استاذ؟ لانه مش بيحطوا الكائن بشري، هو بيحطوا الانسان آلي، هو حاطط جدول لانسان آلي مش لانسان من لحم ودم وعنده نفس وعنده عقل وعنده ده هو بيحطه لنفسه وبيعتبر نفسه بقى انسان آلي بقى نسى المرونه ونسى حاجات كتيره جدا في النظام، لان النظام ده ليه شروط يا استاذ يسري والطالب مش عارفها، لان الطالب بقول لك اول مره يشوف ثانويه عامه فما فيش يعني الخبره لا ينبئك مثل خبير، فلابد ان النظام ده يحطه ومش واحد صاحبه دخل طب يحطه. ان الحته دي انا بدوس عليها قوي، لان في طلبه كتير قوي بيبقوا الاولاد اللي دخلوا كليات قمه اللي بنسميها كليات قمه، احنا مش عارف مسمينها كليات قمه في ليه في مصر بس ما علينا. يبدا الطالب اللي دخل طب او دخل هندسه ده بقى يعطي بعض النصائح معظمها مبالغ فيه، معظمها غير خبره، معظمها ينفع معها هو ما ينفعش مع الطالب. فعايز اقول للطلاب ما ينفعش تاخد نظامك من حد اكبر منك بسنه ولا سنتين، ومش معنى انه دخل كليات قمه انه خبير في ثانويه عامه. مش ما ينفعش تاخد نظامك او انت تحط نظامك لنفسك، لان انت هتحطه بحاجه من الاثنين، يا يعني اما هتبالغ قوي قوي وتحط ساعات كتيره وحاجات كتيره وتيجي تنفذها ما تعرفش فتحبط. طب طيب. ما انت الغلط. طيب ما يخلي بابا او ماما يحطوا له الامتحان؟ برضه مع احترامي ليك يا استاذ يسري، بابا او ماما ما يعرفوش يحطوا، ما يعرفوش يحطوا الجدول، ما يعرفوش يحطوا نظام، يحطوا له جدول من عاد ما يعرفوش يحطوا جدول ولا نظام. ليه؟ بابا وماما عندهم لو حطوا الجدول بيحطوه بخبره ثانويه عامه من 20 30 سنه. الدنيا اتغيرت، الجيل اتغير مع احترام البابا طبعا وماما. طبعا كمان بابا وماما لما بيحطوا الجدول بيحطوه بعاطفه، بعاطفه اكثر منها بخبره. وبالتالي كمان انت عارف بقى زمار الحي لا يطرب. يعني عارف بابا وماما يعني انت يعني اولاد كتير جدا ما استجيبوش للنقطه ديت، رغم ان انا بشوف والله يعني سبحان الله لابد ان يعني اسجل هذا الامر، يعني انا بشوف امهات واباء بجد بيفنوا عمرهم ولاد جنب ولادهم علشان يذاكروا. انا بشوف امهات بتقعد على القناه عندي بيبعتوا لي هي اللي بتذاكر عشان تذاكر لاولادها. طبعا احساس الام. فانا عايز برضو الاب والام ممكن يحطوا جدول لو هم خبراء في سماع. يعني انت اصلح منك ان الذي يضع الجدول لطالب الثانويه العامه لا بد وان يكون خبيرا في هذه المساله حتى لا يرهق الطالب وبالتعود لا يفسد. فصل. فلو عشان نروح للنظام الصحيح بقى واقول لك على النظام الصحيح اللي الطالب يحطه، انا ما اقدرش اقول له تعمل ايه بالظبط، بس انا هديه سمات للجدول اللي يحطه اللي هو من تقريبا نص ثلاثة من 15 ثلاثة. النظام انا مسميها كده انه لابد ان يتحقق فيه خمسة ميم. نعم خمسة ميم. الله. على فكره يا شباب الاستاذ اسامه عز الدين قال لنا ان ثلاث اشياء مش كده يا استاذ؟ ثلاث كلمات هم المصابيح، هم المفتاح، يعني التزام ونظام وسلام. وبعدين دلوقتي دخلنا في الخمسه ميم. انا بقول برضو بمناسبه الخمسه ميم وعشان نعرفها برضو هناخد فاصل ونعود الاستاذ اسامه عز الدين مره ثانيه. خليكم معانا. استنوا. مع راديو بنذاكر المذاكرة أحلى. أعزائي الطلاب نحن مرة أخرى مع الأستاذ أسامة عز الدين وما زلنا نستقي منه وننهل من خبرته العديد من المعلومات التي تستطيع أن تدفع بنا في اتجاه المذاكرة السليمة وفي اتجاه امتحان إن شاء الله نحصل فيه على مجموع كبير. وخلونا نعود للأستاذ أسامة ونسأله إيه بقى حكاية خمسة ميم دي بقى يا أستاذ أسامة؟ خمسة ميم ديت أنا بعملها كده عشان الطالب يفتكر.
نعم. علشان زي ما قلت في اول الحلقه ما يفضلش الطالب يعني يسمع كلام كتير وما يطلعش بحصيله، لازم الطالب بعد الحلقه ديت يطلع بالثلاث كلمات والخمسه ميم دول. نعم. ايه الخمسه ميم؟ اي طالب في الدنيا بطلبه هو بيحط نظام او بيحط جدول، سيدي اهو انا بديك سمات الجدول تمشي عليها لو انت عايز تحط الجدول. نعم. لازم تمشي على الخمسه ميم دول. اول حاجه ان الجدول ده يكون ممكن التحقيق، ميم ممكن. اه والله ميم دي واحد. ممكن متوازن، متوازن متوافق بالظبط، ومتوافق مرن، مرن مستمر، مستمر يعني ممكن ومتوازن ومتوافق ومرن ومستمر. ده النظام اللي هينجح بيه ويجيب الدرجه النهائيه، ولازم يصبر معايا ويفهم يعني ايه الكلام ده علشان لما ينطلق يبقى فاهم كويس قوي ان اي احباط هيجي له او اي خطأ بس يبقى هو اخطأ. هذا الخمسه مين دي محتاجه اراده يا استاذ اسامه؟ طبعا اي حاجه يا استاذ يسري محتاجه اراده. الجنه محتاجه اراده. اه طبعا الجنه محتاجه اراده. نهضه مصر محتاجه اراده. اه كل حاجه في الدنيا محتاجه اراده. نعم. هو الفرق ايه ما بين بني ادم بيوصل وما بني ادم ما بيوصلش؟ اراده، عشق لما يفعل واراده على ان يفعل. صح. وتوكل على الله طبعا سبحانه وتعالى ونعم بالله. فحكايه ممكن ديت نعم ببساطه شديده جدا. ممكن ايه بقى؟ ممكن تحقيقه، يعني الله. كلمه ممكن جدول ممكن تحقيقه، هيبقى جدول ممكن تحقيقه بالظبط. يبقى كذا الام امتى بقى يمكن تحقيق الجدول ده؟ ببساطه شديده جدا انه يعمل عمليه حصر الاول لما سوف يقوم به من عمل. بالظبط. حصر يعني انا عندي سبع مواد، السبع مواد دولت اشوفهم كم ورقه. نعم. واعد المذكرات كده اللي عندي كده، اقعد كده اعد المذكرات كده واستهدى بالله كده واشوف كام ورقه. بالورقه علشان ادرك حجم العمل. انا لقيت مثلا متوسط ان الماده بتاخد 200 ورقه. 200 ورقه بسبعه يعني 1400 ورقه. انا معايا 1400 ورقه. يا نهار ابيض طلب بقول لك 1400 يا ده قلت لنا كم كبير. نعم. لا هو 1200 ورقه مش كتار. لانه بكره يشوف في الكليه لما يخش كليه ممكن في كليه حقوق مثلا كمثل يعني أيوة. الماده الواحده الكتاب الواحد بيوصل ل1000 ورقه. اه صحيح. وبيدرسوا في ترم. يعني مش كمان مش في سنه كامله دراسيه 10 شهور، ده بيدرسوا في ترم. اخواننا اللي في كليه الطب في كليه الهندسه ساعات بتبقى في الكتب، وفي الطب بالذات اللي هو عايز يخش لنفسه يخشها او سياسه اقتصاد او غيره هيلاقي الضخامه دي، هيلاقي الكتب او 3 4 كتب ومتوسط الكتاب. انا عايز اقول هو ده العلم، والعلم كم، والكم لابد ان احنا نعرف ان ربنا مدي مخ الطالب ومخ الانسان قدرات هائله على ان 1200 ورقه دولت قدام 10000 ورقه. طب يا استاذ اسامه يعني بما ان انا واقف في صف في مصف الطلاب يعني الـ الـ يعني الـ هذا الحصر ما يعني ماذا يفيدني هذا الحصر؟ لماذا؟ بالظبط هيفيدني بنقطه مهمه جدا ان انا هقسم عدد الاوراق دي او عدد الكم ده هقسمه على 3 شهور. ما هو انا الثلاث شهور دول بقى خلاص يا زي ما بيقولوا يا قاتل يا مقتول. انا كل الموضوع ان انا هعرف بس عشان اقسم تقسيمه صح عشان ما ابقاش خايف ان حاجه تقع مني. لان الطالب هو بيذاكر لما بيذاكر الكيمياء خايف الاحياء وقعت منه، بيذاكر الاحياء خايف الانجليزي وقع منه، بيذاكر خايف. فحاله الخوف دي مش مخلياه لكن انا مش مخلياه يركز. لكن انا لما اعرف بقى ان انا عندي 1200 ورقه وعندي مثلا 90 يوم اذا ما اصبحش عندي مجهول. بالظبط. ما عنديش خوف من مجهول. ما عنديش مجهول. انا عارف ان انا قاسم عدد قاسم عدد ال 1200 ورقه على 90 يوم وعارف ان انا كل يوم لازم احقق هدف عدد ورقات معين. يعني اسمح لي يا استاذ اسامه، هو لما بيكون معاه في جيبه 100 جنيه وبقى 97 مش بيبقى عارف؟ بالظبط. صحيح. صح ولا صحيح؟ يبقى عارف ان هو بقى 97. اشمعنى بقى الورق مش عارف؟ اشمعنى الورق مش عايز يعد؟ قصدي ورق عن ورق يفرق يعني. الفلوس ورق لكن ورق عن ورق يفرق يعني. فالحكايه ان هو كمان لما يشعر ان هو من ال 1200 بعد اسبوع بقوا مثلا 90، بعد اسبوع عفوا 900، بعد مش عارف شهر بقوا، فبيحس انه بينجز. ودايما انا ليا جمله انه تحقيق هدف صغير يغري بتحقيق هدف اكبر. اه طبعا الامل. بالظبط. الامل بيتولد امل والامل بيكبر. وانا خلصت النهارده 20 ورقه، خلصت 30 ورقه، خلصت 40 ورقه، ببقى اللي شاغلني انا خلصت قد ايه. بس خلصهم بفهم طبعا وبتحصيل طبعا. وهي ده بيسوقنا برضو يا استاذ يسري الى ان صدقني الفهم بيخلي الحفظ اسرع. انا لما بفهم الحاجه طبعا
احفظ اسرار. فانا لو انا قلت عندي 3 شهور دولت كل المواد ده، وانا مش بتكلم عن اللغه العربيه تخصص بس، كل المواد ده انا عندي الهدف ده عايز اخلصه النهارده مثلا. طب هو برضو يعني هو الطالب يقدر يذاكر قد ايه، والصفحه بتاخد قد ايه وقت؟ انا عايز اخش في يعني في زي ما نقول التفاصيل ديت، لانها مهمه قوي يا استاذ اسري، مهمه قوي قوي قوي. اتفضل. خبراء التربيه بيقولوا التعليم ويقروا كده ان الصفحة بتاخد من ربع ساعة لتلت ساعة مع الطالب الطبيعي. هم فاهميني يعني. الطالب اللي متوسوس بيطلع اخر السطر ويرجع تاني الاول السطر ولا كان نسيت، يرجع عارف زي اللي ماشي بيجرجر شوريط رمل في رجليه. ماشي السلحفاتي. نعم عندك حق والله بجد. فانت لو الورقة خدت معاك اكتر من ربع ساعة تلت ساعة، انت كده بتغلط، كده في خلل، كده في عدم تركيز، كده الموبايل جنبك وفتح الفيسبوك، كده ودنك بره عشان بتشوف بيقولوا ايه. كده انت بتفكر ازاي تنزل. خلاص يبقى انت كده. يبقى عزيزي الطالب، هذه معلومه قيمه جدا من الاستاذ اسامه عز الدين، ان لو لاحظت انك انت الورقه اخذت منك اكتر من 10 دقائق ربع ساعه، يبقى في حاجه غلط، لازم تراجع نفسك او تقفل الفيسبوك، تقفل الموبايل، انك انت يعني تبطل تسمع الاغنيه الجميله اللي انت بتسمعها. فمعلش يا استاذ اسامه، لكن هذه الجمله مهمه قوي حقيقي. طب تعالى تخيل بقى ان بقول متوسط، يعني في ورقه ممكن تاخد 5 دقائق. خلي بالك برضه انا بقول، انا عارف الطلبه بيقولوا دلوقتي يعني، لكن طب ما في ورقه ممكن تاخد نص ساعه وساعه مش عارف ايه ومساله تحير. ايوه انا بقول المتوسط. نعم. يعني انت في الاخر ما في ورقه تاخد 5 دقائق، في ورقه فعلا تاخد 5 دقائق، وفي ورقه ثانيه ممكن تاخد نص ساعه، لكن في الاخر هلاقي المتوسط ربع ساعه. اذا انا في الساعه يا استاذ يوسف بذاكر بكام، بسرعه كام ورقه في الساعه؟ انا بذاكر بسرعه 4 ورقات في الساعه. بالظبط. في مقياس 4 ورقات في الساعه. طب هنتج انا لو ذاكرت يوميا 10 ساعات هعمل لي 40 ورقه. يا سلام، زي الفل جدا. 40 ورقه ما اعرفش هتعملهم في ايه بقى، فيزياء كيمياء رياضه احيانا، المهم 40 ورقه. المهم 40 ورقه. تخيل 40 ورقه، يعني انا في شهر اقدر اخلص ال 1200 صفحه اللي هو المنهج كله. وضحت الرؤيه الى كل الطلاب بمساله بسيطه جدا، بحسبه بسيطه خالص. انت النهارده 3-4 صفحات في الساعه بتركيز جيد جدا. اذا في ال 10 ساعات بتوع اليوم 40، في الشهر هيبقى ب 1200، انتهى المنهج بتاعك في شهر. اتفضل. احنا بنتكلم بلغه الارقام. نعم. ولغه الارقام لا تكذب. مش بنتكلم بمواعظ وحماس وعاطفه، لا لا لا، ارقام ارقام ارقام. واللي عايز يعترض عليا يقول لي ارقام يا استاذ يوسف. وانا عندي، معلش يا استاذ يوسف قبل ما تكمل كلام، انا عندي مقوله مهمه قوي. اتفضل. هو الطالب عايز ايه من ثانويه عامه يا استاذ يوسف؟ رقم. في النهايه عايز رقم مجموع 99% 100%، ولن يتأتى هذا المجموع الا بالفهم والدراسه والتدقيق والتركيز. الخص لك اكثر. اتفضل. الارقام لا تحقق الا بالارقام. الارقام لا تحقق الا بالارقام. هو عايز رقم. لو مشى بالارقام اللي احنا بنقولها دي هيوصل للرقم، هيوصل وهيعديه كمان. لكن لو مشي هليه بقى ومش عارف هليه. والله صحيح يعني. صحيح. هو ما عرفش بقى هو عنده كام ورقه في الثانويه العامه، وعنده كيمياء كام ورقه، كام درس، والعربي كام درس، ما عرفش ده كله. يبقى هو اساسا داخل الثانويه العامه يعمل بقى ايه؟ في طالب مودي يعني. مودي ده مش ده محمد، لا مودي يعني بذاكر بالمود يعني. انا ليه مزاج اذاكر النهارده؟ ماشي ماليش. فطبعا فده كله يا استاذ سري، معلش احنا بعدنا شويه عن النقطه. لا احنا نقترب الى اسئلتهم. هو بيقول لك انا اعمل ايه؟ ها؟ من الاول لما انا بقول له اهو ممكن ولا لا تعمل ده، ممكن ولا لا، ده في النظام. ده اول مين في النظام؟ اول مين في النظام. لازم الطالب يعرف ان ده ممكن، ولو مش ممكن يبقى انت السبب مش احنا السبب. لا، طلاب كتيره بتعلق شماعتها على ضخامه المواد وعلى تخلف المواد وعلى ان البلد ما فيهاش تعليم. بلاش فلسفه بقى دلوقتي. احنا عايزين نحقق مستقبل. بلاش فلسفه، الفلسفه دي نبعدها خالص دلوقتي. انت هتقول لك المناهج بايظه. يا عم المناهج بايظه والناس بتخش منها طب، انا مالي؟ المناهج بايظه اطلع ابقى حاجه وعدلها. صح. دي اول مين يا استاذ؟ دي اول مين. الميم الثانيه بقى، الميم الثانيه ان يكون بعد الممكن ان يكون النظام متوازن. يعني ما يبقاش مثلا لمده اسبوع حق الفيزياء وبس. يعني في طلاب يقول لك انا همسك الفيزياء الاسبوع ده ويسيب كل المواد الثانيه. جاي له مدرس الفيزياء، خارج مدرس الفيزياء، 2 مدرسين 3 مدرسين فيزياء. ممكن تعرف فيزياء دي ماده، انا عارف الطلاب قد ايه عامله دوشه في دماغ الطلاب. تمام. طبعا الكلام ده غلط، ده مفيش توازن كده، ده عدم توازن.
لابد أن تذاكر كل المواد بالتساوي، أو بمعنى الأصح بتوزيع عاقل جيد. فلازم يكون متوازن في عدد الساعات اللي بيديها للمواد. فيش مادة أحسن من مادة، ولا مادة أهم من مادة، ولا طلاب علمي. طلاب علمي برضه عندهم خطأ كبير جدا بيرتكبوه، وهو تأجيل المواد اللي هي اللغات ثلاثة كنوع من إحساس، نوع من الغرور إنه في الآخر ده عربي هيلمه، ده إنجليزي أنا عارفه من زمان أصلا خريج لغات، ده فرنش لا ده أنا الفرنش ده لعبتي، سيبك يا عمي أنا الأحياء الكيمياء. أهو ده عدم توازن. يجي طالب علمي بقى في شهر خمسة، عشان النصيحة للأسف السوداء اللي اتنصح بيها قبل كده أجل الحاجات دي لشهر خمسة، يجي يفتح المنهج في شهر خمسة يصدم صدمة عنيفة. فطبعا هي الدرجة اللي هتطير في الأحياء مش زي الدرجة اللي هتطير في العربي بالظبط. هو كده بيفكرني هو اللي بيخش على الأكل وبياكل صنف واحد بس من الأكل، بيفضل هذا الصنف من الأكل ياكله على طول على طول، عشان يطلع بعد كده يجيله كساح وأوزان ويبقى مش قادر، ويجيله كمان أنيميا حادة. ليه؟ لأنه هو دخل على نوع واحد فقط. لا برضه المذاكره مثل زي ما شرح خبيرنا واستاذنا الاستاذ اسامه عز الدين، انه ضروري جدا ان انا اعمل توازن بعد الممكن اعمل المتوازن ان ما بمسكش ماده واسيب الماده الثانيه، دي خطيره جدا. الكلمه الثالثه في او الميم الثالثه بتاعتنا ان يكون متوافق. يعني ايه متوافق؟ متوافق مع قدراتي. اكيد قدرات الطالب بتختلف، قدرات الطلاب بتختلف. في طالب ما شاء الله عليهم بيحفظوا بسرعه جدا، يدي ربنا قدر ربنا الدهان، وفي طالب تاني بيحفظ ببطء شوية، خلاص ده انا متوافق معايا هو دي قدرتي. يعني انا برضو ما حاولش ان انا اعدي قدراتي، لان انا المخ ده زي بالظبط اللي ما بقولها كده مفتاح الكهرباء، لو حملته زيادة عن اللزوم وفوق طاقتك مش متوافق مع قدراتك يعمل قفلة هيفصل. ايوه صح، هيك الدنيا ضلمت خالص. مفيش معلومة هتخش، والله لو قعدت قدام الكتاب مبرق ساعة كده مفيش معلومة هتخش. فانا عارف قدراتي أو بحترمها، وعارف كويس قوي ان دي قدراتي وانا مبسوط بيها، انا مبسوط بنفسي كده، بس مش برضو البطء السلحفاتي. ما انا بقول قدراتي اللي احنا قلنا الربع ساعه تلت ساعه في الصفحه اللي هي الاكبر حاجه. ده متوافق. متوافق بقى مع حاجه كمان بقى استاذ يوسف، اي نظام تحطه، اي طالب يحط نظام لازم يتوافق مع الدروس. ما يبقاش الاستاذ فؤادي الاستاذ بتاع الدرس يدي جدول وبيراجع وبيعمل، وانت بقى الطالب فاكر نفسه ان هو خلي الاستاذ فؤادي يعمل حاجه بقى وانا اعمل حاجه تانية في البيت. بص يعني لا طال ده ولا طال ده. انت بص لي يروح مذاكر مثلا ومش راح، وراح الدرس مش مذاكر، يقابل طبعا بعاصفه من الاستاذ وباعتراض على اللي فعله، وبانه يشعر هو بقى من الدرس لدرس لدرس، تلاقي بقى انه ملطشه فبيخرج طبعا تاني ويحس انه ما مش حاجه. عندي بكره ايه؟ انا عندي بكره ايه؟ طبعا مش انا عندي النهارده 40 ورقه بذاكرهم، وعندي بكره انجليزي وكينيا، يبقى ال 40 ورقه انجليزي وكينيا عشان اروح وانا هادي كده. معانا ثلاثه، ميم الممكن والمتوازن والمتوافق. الحاجه الرابعه بقى المرونه، مرن. فاكر الجدول اللي الطلاب قلت بقول لك رموه في سله المهملات؟ نعم. ليه رموه في سله المهملات؟ مش مرن. مش ما فيش مرونه، هي عارف يعني نظام صارم جدا. ولو وقعت منك حاجه هتحس الجدول كله باظ. فيقوم الطالب يعمل ايه؟ يبقى عامل عارف لعبه السلم التعبان، كل مدى ينزل تحت تاني ويطلع، كل ما يطلع فوق ينزل تحت تاني، كل ما يطلع فوق. ليه؟ لان هو ما فيش مرونه. لكن المرونه في ال 10 ساعات وال 40 ورقه ايه؟ فلنفرض اني جاني حادث طارئ، حاجه طارئه، انا قمت تعبان، حد زارنا، وانا ضاع مني وقت وضاع مني ورقات. فانا بعمل بذكاء شديد جدا، انا ضاع مني قد ايه النهارده؟ بالراحه كده بحسبه بسيطه، ضاع مني النهارده ساعتين ثلاث ساعات وما ذاكرتش، او ذاكرت ال 10 ساعات بس حصلت ما فيش الا 20 ورقه ولا 25 كنت سرحان وبتاع، خلاص اكتبها في ملاحظات ان انا عندي تقصير بنسبه كذا كده. استاذ يسري نسبه كذا دي مهمه. طبعا، عشان ما هي برضه لغه الارقام بالظبط. يعني حتى لما يبقى عندي تقصير ابقى عارف نسبه وحجم التقصير قد ايه. لان طلبه في طلبه مبالغه جدا، مبالغه، اول ما يفوت مني يوم ولا اتنين مذاكره خلاص انا فشلت. طب يا عم ما تشوف نسبه التقصير قد ايه وتبدا تعالجها. انت النهارده ذاكرت 6 7 ساعات ما كملتش، الثلاث ساعات دول وزعهم على الايام، او بكره ذاكر 13 ساعه. والله يا استاذ سامي انا لسه برضه بردد كلمه، اسمح لي ارددها، وهي كلمه الاراده. صح،
في مثل هذه الأشياء عشان أحقق هذه الميمات الخمسة. يبقى إذن أنا محتاج إرادة وإرادة قوية عشان أعمل اللي حضرتك بتفضل ده. نسبة أعمل لنفسي نسبة عجز حصل عندي قد كده أنا عارفها، هي معلومة عندي، عندي إرادة إن أحققها. الإرادة جميلة، الإرادة متعة. نعم. وبعدين بس النوم تحدي جميل، ما تتحدى نفسك يا أخي. يعني بدل ما تتحدى صاحبك في ماتش كوره وهتكسبه بكره، بدل ما تتحدى واحد صاحبك انك هتكسبه في لعبه على الموبايل وهتجيب سكور اعلى او هتشتري موبايل جديد، يعني مش معاه موبايل 5 كاف والتاني عايز موبايل. مش عارف مفهوم التحدي عند الطلبه انصرف لاشياء اخرى. نعم. حاجه غريبه. نعم. يعني نعم. دي ادم زعلاني بصراحه. لا ان شاء الله تحدي ان شاء الله تحدي تحدي ان انجز المهمه دي. صدقني بيبقى في متعه في انجاز المهمة. يعني الواحد لما بيحط هدف ويحققه متعه. فالمرونه هنا بقى كمان بتنقذني من الانهيار، ما بتخلينيش احس ان الدنيا باظت، احس ان في حل، في خطه ب. يعني في خطه الف وخطه ب. انا خطه الف ماشي عليها، لو خطه ب وقعت مني، لا خطه الف وقعت مني بروح بعدل ده. بس بقى برضو الاراده زي ما انت قلت يا استاذ يسري، ان انا مش هبقى ايه عادي بقى، ما انا لو قصرت في يوم ما انا هعوضه في الثاني، ويجي الثاني ما انا قصرت في الاثنين فهعوضه في الثاني. لا يجي ده ده لا ده ده لا ده بقى يبقى مش نسبة عجز لا، وهيطلع نسبة عجز ده هو عجز كامل بالظبط. لا ده ما ينفعش، ده خلاص ما ينفعش. فالمرونة مهمة جدا. طيب حضرتك احنا وصلنا دلوقتي الميم الرابعة. الميم الرابعة، الميم الخامسة بقى يا استاذ يسري، مستمر، ان النظام اللي يحطه يستمر عليه. خلاص انا اخترت نظام همشي عليه، ما اقعدش بقى انا جيت سمعت استاذ اسامه دلوقتي استاذ يسري في الحلقه ديت وحطوا شروط للنظام اللي هتحطه ده، ها وهندي التطبيق عملي كمان شويه، ان النظام ده اللي انت حطته ده يروح لمدرس تاني يسمع او في حته تانيه او يقرا كتاب او يشوف على الانترنت يلاقي نظام تاني يوم يعمل ايه؟ خلاص. وكان بدا في النظام ده يومين ثلاثه ده اللي هو نظام ايه تاني عشان الطلبه ما تدوش مني، اللي هو 10 ساعات و40 صفحه بس. انا مش عايز اكتر منك، انا مش عايز منك اكتر من كده. 10 صفحات و40 صفحه، وده ممكن، وده ممكن مش كده اللي احنا قلناها بالاول، ومتوازن ومتوافق مع مين؟ مع الدروس ومرن. عايز اكتر من كده ايه؟ طب مستمر مهم قوي، استمر حتى لو في نسبه تقصير، استمر، مش استمر في التقصير، استمر في تعديل هذا التقصير. وبالتالي الاستمرارية هتبدأ يا أستاذ يسري تديني الشجرة تكبر. ودي نفسي أقولها دايما، أضرب المثل ده لأولادي. أقول لهم يا حبيبي لو أنت جيت زرعت شجرة عندك كده، أو زرعت مثلا عندك حاجة كده شاليت ورد كده في يعني البلكونة بتاعتك وحطيت بذور، وجيت سقيت البذور دي ونمت، وصبحت الصبح قمت تبص على البذور لقيت زماية، زماية كده ليه؟ يا متكبرش ولا إيه؟ الصبح عدى، الظهر عدى، العصر عدى، رحت تبص على البذور زي ما هي ما كبرتش. تقوم تعمل ايه؟ في طلبه يعملوا ايه؟ يا عم ده مش باين، باين عليها مش نافعه، يقوم ماسكها رميها. يا اخي الصبر، يا اخي اصبر، الثمره لا تحدث فورا. نعم. وبقول للطلاب تحسن المستوى لن يحدث فورا. طبعا. لازم يصبر لغايه ما يلاقيها كبرت قدامه ورعرعت، ويلاقي نفسه بيتقدم، ويلاقي نفسه بيحل، ويلاقي نفسه مستواه اتحسن، ويكتسب مهاره طول عمره ما ينساهاش، انه بيعدي عقبات. انه مش الصراحه يا استاذ يسري، مش هي بس العقبه اللي هتقابل ولادي الطلاب، هو هيطلع من ثانويه عامه هيلاقي الجامعه وبعدين محترك، حتى الحياه نفسها بعد كده محترك محتاج الحياه كلها ثانويه عامه. طيب بالظبط، وهيطلع والمحبط ثانويه عامه ما يقدرش يعديها برضه، مش هيقدر يعدي عنده عقبات وكده. فالنظام اللي احنا حطيناه يا استاذ يسري، عوده للنظام ده لو ولادي طبقوه على العربي صدقني اهو دي بقى ان شاء الرحمن الرحيم اللي الهديه اللي انت كنت بتقول عليها. انا بحب الطلاب قوي بجد بجد، بحبهم وشايفهم دايما كنوز، لذلك دايما بحب اقدم لهم حلول عمليه. كلمه عمليه دي مهمه قوي طبعا، مش مجرد طبطبه بالكلام ومش مجرد تنوير وخلاص، لا ده انا عايز ادي له حل عملي. وده اللي خلانا نعمل موقع بنذاكر وصفحه بنذاكر وقناه بنذاكر، هم الثلاثه موجودين، قناه يوتيوب وصفحه وراديو بنذاكر. انا وراديو بنذاكر ده لسه مفتتح، ده الوليد الجديد يعني. كل ده صحيح يعتبر حل عملي، لاني لا اؤمن ان الحب كلام، الحب عمل. نعم. فمن احب طلاب مصر فليقدم لهم. وبقول للمدرسين مصر كلهم يا جماعه الفرصه متاحه دلوقتي انك تقدموا، وتقدموا كتير لطلابنا ومش بتكلفه، ده انت هتسجل حصتك وترفعها يعني عشان ما تبقاش كاتب للعلم.
اخلص بقى للهديه اللي احنا هنقدمها لطلابنا عشان انا عارف ان هم مستنيينها. الهديه ديت ان انا هرفع مراجعتي بالكامل اللي موجوده في الواقع على الانترنت بصوره تكاد تتطابق مع الواقع ويستفيد منها طلابنا استفاده كامله ان شاء الله. طبعا جميل. تبدا بجدول المراجعه. انا هحط للطلاب جدول المراجعه بتاع العربي على صفحه بنذاكر مع الاستاذ اسامه عز الدين بالدروس. يوم 15/3 هتذاكر درس كذا ودرس كذا. يوم 16/3 هتذاكر درس كذا ودرس كذا. ما احنا اتفقنا اللغه العربيه كلها 48 درس. الله. اللي هم الادب والنصوص والنحو والقراءه. نعم. الادب والنصوص والقصه والقراءه. دايما لما انا اسال حضرتك سؤال مهم جدا يا استاذ اسامه، انا قريته في كل التعليقات قد تكون او غيرها في حذف يا استاذ اسامه. كويس انت قلت لي. اول حاجه حصلت بلبله في الفتره اللي فاتت عشان وزير جه وزير اتشال والقصه دي، لكن كان اخر قرارات الوزير السابق اللي هو محمود ابو النصر، استاذ محمود ابو النصر، كانت حذف جزء اللي هو ادب المسرحيه ومسرحيه كليوباترا. نعم. ادب المسرحيه كاملا ومسرحيه كليوباترا، وده نعم. كان كويس انه اتحذف. نعم. اتحذف كمان الوحده السابعه اللي هي الممنوع من الصرف. نعم. دول التلات حاجات. طب كلنا بقت الهديه من فضلك ان شاء الله. بقيه الهديه بقى ان احنا قلت لك من حضرتك ان في البدايه ان الحصر مهم قوي. نعم. فنطبق الكلام اللي احنا قلناه اللي هو الممكن والمتوافق والمتوازن والمتن. ده هتطبقه حضرتك على ال 48 درس بتوع اللغه العربيه. بالظبط. نعم. لان انا كل الفكره ان الجدول هيطلع بي دي اف موجود على الصفحه، الطالب ينزله ويطبعه لو سمح يطبعه او يحطه على موبايله، لان انت عارف هم ماسكين الموبايل اكتر من اي حاجه في الدنيا. فيتابع معايا النهارده هيذاكر ايه، يمشي بس ورايا خطوه بخطوه، لان انا حاطط له كل يوم هيذاكر ايه في العربي. يعني بالزبط. ده هيبتدي الجدول من 15/3 ان شاء الله. من 15/3 ان شاء الله. من 15/3 باذن الله. واللي يسمع الكلام ده بعد 15/3 فلنفرض الحلقه مسجله وعلى اليوتيوب وعلى الانترنت، يا ريت ما يتخضش. ما يحسش ان الدنيا باظت، لا عادي، انت ممكن تمسك الجدول شوف تدارك ايه اللي فاتك وتضغط نفسك شويه وتحاول تحسنه عادي يا اخي. احنا مدينا قدام شويه، اجري انت شويه هتلاقيك حصلتنا وتمشي بعد كده زي. فانا عايز الناس دايما في ما تحبطش جاهد بالظبط، جاهد واجري، لان ميزه الجدول ده كمان يا استاذ يسري ان هو بيخلص المنهج في شهر وبالراحه. 20/80 بقى ان انا هديله اللي هو عايزه بهدوء وبالراحه واخلص المنهج بهدوء. لان الطلاب كتير يقول لك المنهج اللغه العربيه دي ضخمه جدا، انا مش عارف انا منهج الم العربي ده مش عارف ايه. يا جماعه بالراحه، انت قعدت شفت العربي ده قد ايه؟ انت قعدت ده هو 22 فصل قصه فصل قصه، ده اللي مكبره ومخليه 48 يا استاذ يسري ان في 22 فصل قصه. انا عندي 9 مواضيع ادب بعد الحذف، وعندي 9 نصوص ادي 18، وعندي 8 مواضيع قراءه ادي 26. 22 شفت 26 نص المنهج اللي فاضل قصه طه حسين، يعني حاجه بسيطه جدا وقراها قبل ما ينام بس يفيد عن الشد وعن المبالغه وعن. نعم. 22 فصل قصه ده معايا ال 48. طب والنحو والبلاغه والتعبير؟ لا دي مهريات محتاجه حل. يعني انا الجدول قايم على فلسفه ان انت كل يوم تختار اي حاجتين، هما حاجتين انا حطيتهم طبعا، فصغيران مع فصل قصه، مش عارف موضوع قراءه مع موضوع مثلا نصوص جديد او مع ادب، وكل يوم يحل لي بس مش عايز اكتر منه. للناس اللي عارفه الكلام ده وموجود كتاب الامتحان هيحل منه قطعه نحو قطعه بلاغه بس. قطعه نحو دي يا استاذ يوسف ما تاخدش منه تلت ساعه بتصحيحها لو هو قاعد كده قدام الفيديو. طبعا ما يبقاش طالب سلحفاتي، يبقى طالب بينجز السريع المفيد. نعم. يا استاذ يسري نشاط. نعم. يقعد تلت ساعه يا استاذ يسري لو فتح وصحح ورايا قطع النحو، الحمد لله رب العالمين. قطع النحو دي يعني لا يعني مش عايز اقول لك لقد قبول قد ايه عند الطلاب، لانها حل عملي. لا هو واضح يا استاذ يسري، واضح حل عملي. وتحل ورا قطع البلاغه، وانا بتباعا واقول للطلاب اللي دايما يسالوني يا استاذ قطع البلاغه ناقصه، يا استاذ قطع النحو ناقصه، احنا في القطعه 64 وممكن نوصل ان شاء الله تباعا. وبحل كمان قطع النحو بتاعه كتاب المدرسه ال 21 تدريب اللي في اخر كتاب المدرسه في غايه الاهميه، تمارين ثريه جدا. اذا الطالب هيلاقي الجدول، هيلاقي فيديو بيصحح له النحو وبيصحح له البلاغه. نعم. هيلاقي كمان ودي برضه هديه جميله معاهم، مذكره بي دي اف فيها اسئله ماسحه، يعني ما بتسيبش سايب حاجه، أسئلة واعية ماسحة لكل جزئية من جزئيات درس القراءة، فصل القصة، يعني أنا بقول له النهاردة أنت هتذاكر مثلا الفصل الأولاني في القصة مع درس قيم إنسانية،
هيلاقي في مذكرة فيها أسئلة على قيم إنسانية، وفيها أسئلة على درس القصة، وفيها أسئلة يعني مذكرة، 6 مذكرات إن شاء الله هينزلوا تباعا. أعزائي الطلاب، انتظروا من الأستاذ أسامة عز الدين هذا يعني الزخم من الهدايا، وهذا الكم من الهدايا اللي هتنزل تباعا في حلقتنا إن شاء الله في الفترات اللي جاية. كل حلقة هينزل لحضراتكم حاجة جديدة، هدية جديدة بمذكرة جديدة، مش كده ولا أنا مش هو المذكرات هتنزل حسب التاريخ بتاع الجدول. ممكن أنزل مثلا مذكرة واحدة فيها مثلا 3-4 مواضيع اللي هم بتوع الأسبوع مثلا. نعم. المذكرة دي هم 6 مذكرات يا أستاذ. بس أهم حاجة يتابعوك. بالظبط، يتابعوا الصفحة بس، هيلاقوا دايما في لينك كده بينزل فيه PDF ينزله على الجهاز بتاعه ويتبع. يبقى ألخص له كده، هو معاه جدول، معاه مذكرة فيها أسئلة مختارة وواعية وإجابتها النموذجية، وأكرر الإجابة النموذجية أهم من الأسئلة. طبعا إجابة النموذجية، يا فرحتي إن أنا شفت الأسئلة ومش عارف الإجابة أو بجاوب غلط، فلازم يطلع على الإجابة النموذجية. الإجابة النموذجية تكون من خلال الفيديو. نعم. لأن مش هتبقى إجابة خرصة، لأن الإجابة الخرصة دي هي كده، لكن لما بجاوبها من خلال الفيديو الطالب بيبقى فهم أنا جاوبت كده ليه. شاف. فالجزء يعني الجزء اللي عايز يتشرح اشرحه طبعا، لان الجزء اللي عايز يتجاوب خلاص الاجابه عادي. يبقى عندنا الجدول وعندنا 6 مذكرات وعندنا الفيديوهات الشارحه. يعني بجد زي ما انت قلت في البدايه استاذ يسري، فعلا الطالب والله لو اخلص معايا تابع معايا، وانا ان شاء الله ربنا يعني مش هيبقى محتاج صدقني يروح درس خصوصي. احنا والله يعني والله. جزاك الله كل خير يا استاذ اسامه. جزاك الله، ويعني ان شاء الله يعني انت مثال طيب للمعلم الجيد المجتهد لهذا الوطن ومحب لابناء هذا الوطن. نحن بالتالي يعني بنشكرك شكرا جزيلا في هذه الحلقه، وان شاء الله نتابع مع بعض حلقات أخرى، وتسمح لنا يعني أن احنا نستضيفك في حلقات أخرى حتى نستطيع أن يعني نمهد لأولادنا الطريق للنجاح. ونشكرك شكرا جزيلا أستاذ أسامة. حقيقة أستاذ يسري، أنا يعني أحب أن أنا أشكرك أنت الأول أنك أنت قدرت معي هذا الحوار الجيد الرائع بهذه الحرفية، وأكيد خرجتنا وأديت للشباب شكل جديد للحلقات بتاعتي، لأن قبل كده الحلقات بتاعتي كانت طريق واحد، ولكن أعتقد إن شاء الله إن هي أصبحت أكثر ثراء وأكثر جمالا. وتعليق آخر معلش اسمح لي من الآخر. أنت قلت كلمة الوطن. طبعا حقيقة الحتة دي مصر بلدنا هتفضل بخير إن شاء الله، هتفضل بخير ومهما كان في حاقدين ومهما كان في ناس عايزة تهد البلد دي مش هتتهد إن شاء الله. وبقول للزمايل المدرسين يا جماعة، كل واحد قادر يدي البلد دي يديلها. نعم. كل واحد قادر يدي لولاد البلد دي يديلها ومن قلبه. وأنا أعرف ناس مخلصين أكتر مني وناس أشطر مني، بس هم نفسهم حد يوريهم بس الطريق يدوا إزاي، يوريهم الطريق. وهذه هي دعوة إلى كل المدرسين المحبين لهذا البلد والمحبين لأولادهم من الطلاب، أن يعني يتقدموا إلينا في قناة بنذاكر، وإحنا سوف نكون يعني تحت أمرهم في بث حلقاتهم ودروسهم وإبداعاتهم للطلاب، وإن شاء الله كلنا نتكاتف في رفعة هذا الوطن. شكرا للأستاذ أسامة عز الدين، خبير في الثانوية العامة ومدرس اللغة العربية. شكرا لكم جميعا أعزائي الطلاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصر بلدنا هتفضل بخير إن شاء الله، هتفضل بخير ومهما كان في حاقدين ومهما كان في ناس عايزة تهد البلد دي مش هتتهد إن شاء الله. وبقول للزمايل المدرسين يا جماعة، كل واحد قادر يدي البلد دي يديلها. نعم. كل واحد قادر يدي لولاد البلد دي يديلها ومن قلبه.